بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها آمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير الإصحاح السادس من العظة 25 والعظة 27. العظة 26 مفقودة مش موجودة في النص. العظة 25 بعنوان تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. وكيف كان الحكيم بولس مثل المسيح؟ هل هو أسس السماوات مثلما فعل كلمة الله؟ هل هو ثبت الأرض فوق أساساتها الراسخة؟ هل ما هو خلق الشمس والقمر والنجوم والنور؟ كيف إذن كان هو مثله؟ لقد كان مثله بتمثله بتلك الفضيلة البشرية التي أظهرها المسيح كمثال لنا. لما القديس بولس الرسول قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح، فالقديس كرولوس ابتدى يتساءل ويقول هو إمتى بولس كان زي المسيح؟ هل هو خلق السماء؟ هل هو خلق الأرض؟ هل هو خلق القمر والنجوم والكواكب والنور؟ وإن كان هو ما خلقش، وإن كان هو ما أسس الأرض الراسخة، طب منين هو بيقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح؟ وهنا القديس كيرلس بيقول إن هو بولس تمثل بربنا يسوع من خلال الفضيلة اللي ربنا يسوع عاشها، وبالتالي عاش فيها القديس بولس الرسول، وده كان السبب في تمثله بالمسيح. طبعا لأن العظة اللي فاتت اللي هي العظة 24 مفقودة، فالكلام نحس إن هو مش مكتمل، لكن من الواضح إن القديس كرولوس بيتكلم عن تشبه التلاميذ بالمسيح، لأن المقطع الأخير كان اختيار التلاميذ، فأكيد استشهد بالعدد اللي بولس الرسول قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح، على أساس إن التلاميذ تمثلوا بالمسيح في صفاتهم وفضائله. ده مجرد يعني وجهة نظر، مش لازم تكون هي السليمة ومش لازم تكون هي صح. الأعداد من 17 ل 19. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون، وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ولكن أرجو أن تلاحظوا طريقة الاختيار، لأن الإنجيل الحكيم جدا يقول أن الاختيار لم يتم في زاوية أو سرا، بل بالحرية حينما اجتمع تلاميذ كثيرون معا وجمهور كبير من كل بلاد اليهودية ومن ساحل سور وصيدا، وهاتان المدينتان الأخيرتان كانتا عابدتين للأوثان، أي كانتا عرجاء الساقين، لأنهما كانتا من ناحية تحافظان على عادات اليهود ولكن دون أن تترك ممارستهما الوثنية. إذن فالاختيار قد حدث في حضور كل هؤلاء الناظرين، إنهم اختيروا معلمي لكل الذين تحت السماء، وهذه هي الرسالة التي تمموها عندما دعوا اليهود أن يأتوا من عباداتهم الناموسية، كما دعوا أولئك الذين يخدمون الشياطين أن يأتوا من الضلال الوثني إلى الإيمان بالحق. هنا القديس كرولوس بيقول لازم ناخد بالنا من طريقة الاختيار، لأن ربنا يسوع لما جه اختار التلاميذ ما اختارهمش في السر، لكن اختارهم في وسط عدد كبير من الناس، وقال إن كان في ناس كتير حضرت ليه
من كل بلاد اليهودية وساحل وسور وصيدا، وابتدى يتكلم عن سور وصيدا إن هما كانوا مدينتين بيعبدوا الأوثان، ووصف عبادة الأوثان بأن الإنسان اللي بيعبد الأوثان هو أعرج الساقين، لأنه بيمشي شوية حسب الوصايا وشوية تانية بيمشي حسب ممارسات ضد الوصية أو ممارسات وثنية. وقال إن تلاميذ هما تم اختيارهم عشان يكونوا معلمين لكل الأرض، ودي رسالة فعلا اللي هما تمموها، إن هما كرزوا العالم كله وبشروا لليهود عشان يرجعوا من عبادتهم الوثنية، وكمان بشروا اللي كانوا بيخدموا الشيطان وبيعبدوه عشان يرجعوا من الضلال الوثني إلى الإيمان بالحق. وحينما قام الرب بتعيين وإقامة الرسل القديسين، صنع آيات كثيرة وعجيبة، فطرد الشياطين وخلص الذين اقتربوا منه من الأمراض غير القابلة للشفاء، وأظهر قوته الخاصة الإلهية، حتى يعرف كل من اليهود الذين أسرعوا إليه جمعا، وأولئك الذين من بلاد الوثنيين، أن المسيح الذي نال التلاميذ منه كرامة الرسولية لم يكن إنسانا عاديا من الذين في مستوانا، بل بالعكس هو الله لكونه الكلمة الذي صار جسدا، ومع ذلك فقد احتفظ بمجده الخاص. هنا قديس كريلوس بيقول إن ربنا لما اختار التلاميذ وعينهم صنع معجزات كتيرة وشفى ناس كتيرة عشان اليهود يعرفوا هم والوثنيين إن المسيح اللي دعا التلاميذ هو مش إنسان عادي. وهنا القديس كرولوس هيأكد على طبيعة المسيح لما بيقول إن هو الكلمة الذي صار جسدا، هو إله صار جسدا، يعني أخذ طبيعة بشرية، وفي نفس الوقت لم يتخلى عن مجده، لكنه احتفظ بمجده ولكنه أخلاه، يعني أخفاه لكي يستطيع أن يعطي الخلاص للعالم كله، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، لأن المسيح لم يستعر قوة من شخص آخر غيره، بل لكونه هو نفسه الله بالطبيعة، رغم أنه صار جسدا فقد شفاهم جميعا بخروج قوة منه إلى المرض. وهنا القديس كرولوس بيأكد أن المعجزات اللي تمت هي تمت بقدرة المسيح وقدرته الشخصية وقوته الشخصية، لأنه هو نفسه الله بالطبيعة، وهو شفاهم بخروج قوة منه إلى المرض. فإذا أردتم أن تتعلموا تفسير أسماء الرسل، فاعرفوا أن بطرس تشرح على أنها تعني الحل أو أي الفك أو المعرفة، وأندراوس تعني قوة مناسبة أو إجابة، ويعقوب هو الذي يمسك بالعقب، ويوحنا يعني نعمة الرب، ومتى هو المعطي المعطى أي الذي ينال، وفيلبس هو فتح اليدين أو فم المصباح، وبارثولوماوس تعني الابن الذي يمسك بالماء، وتوما تعني حفرة أو توأم، ويعقوب ابن حلفة تعني استئصال عبور الحياة، ويهوذا تعني التسبيح، وسمعان تعني الطاعة. هنا القديس كريلوس بيقدم لنا معنى كل اسم، والاهتمام بمعنى الأسامي هو الحقيقة اهتمام من العهد القديم دايما، لما كان يتسمى الأسماء بتوع أبائنا اللي في العهد القديم كان الاسم لازم معناه، وكانوا بيسموا دايما على المعنى أو الغرض اللي مسمى منه. فهنا القديس كريلوس بيتبع نفس المنهج وبيشرح معنى أو تفسير كل اسم من أسماء أبائنا الرسل، وده يخلينا إن إحنا لما نيجي نسمي أولادنا نسميهم بمعاني أسماء إحنا تكون ليها أثر في حياتنا وفي حياتهم. نكمل العظة 27، وده جزء برضو منها بعنوان التطويبات.
العدد 20، ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هذه هي كلمات المخلص حينما كان يوجه تلاميذه إلى جدة حياة الإنجيل بعد أن اختارهم للرسولية. قديس كرولوس بيقول إن ربنا يسوع كلم التلاميذ بالتطويبات لما اختارهم عشان يخدموا ويقوموا بالكرامة الرسولية أو بخدمة الإرسال اللي ربنا يسوع هيبعتهم فيه. ولكننا يجب أن نعرف من هم المساكين الذين يتكلم لهم بمثل هذه الأمور العظيمة، لأنه في الإنجيل حسب متى مكتوب هكذا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. وهو يريدنا بهذا أن نفهم بكلمة المسكين بالروح إنه هو الإنسان الذي يفكر أفكارا منخفضة عن نفسه، وعقله منخفض بوضوح، وقلبه لطيف ومستعد للطاعة والخضوع، وهو بريء كلية من إثم الكبرياء. يبقى القديس كريلوس هنا بيقول إن المسكين بالروح هو الإنسان اللي بيفكر أفكار بسيطة عن نفسه، وعقله بسيط وقلبه لطيف ومستعد دايما إن هو يطيع ويخضع، وهو إنسان بريء من إثم الكبرياء أو من خطية الكبرياء. مثل هذا الإنسان هو جدير بالإعجاب، وهو صديق لله، حتى إن الله قال بواسطة أحد أنبيائه القديسين: إلى من أنظر إلا إلى المتضع والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. وداود النبي أيضا يقول إن المنسحق والمتواضع القلب لا يرذله الله. والمخلص نفسه أيضا يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وفي الدروس الموضوعة أمامنا الآن يقول إن المساكين سيكونون مغبوطين بدون أن يضيف كلمة بالروح، ولكن البشريون يتكلمون بهذه الطريقة لا كمتناقضين أحدهم مع الآخر، بل كما لو كانوا في أحيان كثيرة يقسمون الرواية بينهم. قديس كرولوس بيقول إن الإنسان المتواضع والمسكين بالروح اللي شايف نفسه قليل روحيا هو إنسان جدير بالإعجاب، هو صديق لله. وابتدى يسرد نبوة أشعياء لما قال: إلى من أنظر إلا إلى المتضع والمنسحق الروح، وإلى المزمور 51 في مزامير داود لما قال إن المنسحق والمتواضع القلب يرزله الله. وربنا يسوع نفسه قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. بيقول إن المساكين هنا هيكونوا محظوظين و يعني ينالوا الطوبة أو الاختباط الغبطة من غير ما يقول كلمة الروح زي ما ذكر في إنجيل متى. إنجيل متى قال طوبة للمساكين بالروح، ولكن إنجيل لوقا قال طوبة للمساكين فقط من غير كلمة الروح. فبيقول إن من محدش يتخيل هنا إن لوقا بيناقض متى أو العكس، لأ هما مش مناقضين، ولكنهم هما بيقسموا السرد ما بينهم. واحد بيكتب المساكين، واحد بيكتب المساكين بالروح، وكأنه نوع من أنواع التكامل ما بين بشارة لوقا وبشارة متى. فبيكمل ويقول: فمرة يلخصون نفس التفاصيل، وفي مرة أخرى فإن ما يهمله أحدهم يذكره الآخر في روايته، حتى لا يخفي أي شيء نافع عن أولئك الذين يؤمنون بالمسيح. هما بيلخصوا بعض التفاصيل، واللي سابوا واحد منهم بيكملوا الآخر عشان مفيش حاجة تبقى مخفية عن كل مؤمن في المسيح، بل كل كلمات ربنا يسوع تبقى معلنة حسب ما التلميذ كتب. لذلك فإنه يبدو محتملا أن المقصود بالمساكين الذين طوبهم هم أولئك الذين لا يهتمون بالغنى، وهم مرتفعون فوق الطمع ويحتقرون الهدايا الوضيعة، وهم متحررون من محبة المال
وهم لا يعطون أي اعتبار لمظاهر التفاخر بالغنى. هنا بيقول إن القديس لوقا قصده أكتر بالمساكين إنهم الناس اللي ما بيهتموش بالغنى وبالافتخار ولا بمحبة المال ولا بأي شيء من الأمور المادية دي. وهكذا فإن بولس الحكيم جدا يرشدنا بوضوح إلى أفضل التعليم، حيث يقول: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. وأضاف إلى هذا قوله: فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، لأنه كان ضروريا بصورة مطلقة لأولئك الذين سيكون عملهم هو الكرازة برسالة الإنجيل الخلاصية، أن يكون لهم عقل لا يبالي بالغنى، بل ويكون منشغلا فقط بشهوة الأمور الفضلة. هنا القديس كيرلس بيحط مبدأ مهم أوي في التكريس القلبي لله، هو أن الإنسان ميبقاش مهتم بالغنى وجه عام. اللي يندرج تحته محبة المال، ويندرج تحته حب الامتلاك، ويندرج تحته حب القنية، كل الحاجات اللي آباءنا اتكلموا عنها، ولكن يهتم بشهوة الأمور الفضلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحديث لا يؤثر على أولئك الذين لهم موارد كثيرة، بل فقط على أولئك الذين شهوتهم في الغنى. ومن هم هؤلاء؟ هم كل الذين تنطبق عليهم كلمات المخلص: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. هنا القديس كيرلس بيقول الكلام مش بينطبق على الناس اللي عندهم فلوس كتيرة. يعني لو أنا ولدت في بيت فيه فلوس كتيرة أو فيه عطايا كتيرة وفيه مقتنيات كتيرة، ده مش معناه إني محب للغنى، ولكن حب الغنى هو إن أنا بشتهي إني أمتلك أكتر وإني أكتنز أكتر. وده اللي قال عليه في إنجيل متى: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. عدد 21 يقول: طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. في إنجيل متى يقول: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم سيشبعون. أما هنا فهو يقول فقط إن الجياع سيشبعون. لذلك فنحن نقول إنه أمر عظيم عظيم وسامي جدا أن نجوع ونعطش إلى البر، أي أن نعتاد أن نشترك في المساعي الجادة نحو التقوى، لأن هذا هو معنى البر كما لو كان هو طعامنا وشرابنا. هنا ذكر نفس التطويبة من إنجيل متى، لكن في إنجيل متى تختلف شوية لما قال: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم سيشبعون. ويقول إن لما القديس لوقا قال إن الجياع هنا سيشبعوا، فالقديس كيرلس بيقول إن هو أمر عظيم جدا ومكرم جدا إن إحنا نجوع ونعطش إلى البر، يعني نبقى مشتاقين إن إحنا نعيش في محبة ربنا وسلامه ونعمته بكل بعد عن الخطايا. فبيقول: أي أن نعتاد أن نشترك في المساعي الجادة نحو التقوى، نحن نعيش فعلا في حياة تقوى حقيقية، ونسعى في أن احنا في كل موقف مهما كان صغير أن احنا نعيش بتقوى، وده محتاج مننا طبعا جهاد، لأن هذا هو معنى البر كما لو كان هو طعامنا وشرابنا. وبمقدار ما يجب أن نعطي لهذه الفقرة أيضا معنى بحسب الشروحات السابقة، فنحن نقول أيضا هكذا: إن المخلص نطق بالطوبة لأولئك الذين يحبون الفقر الاختياري، لكي يمكنهم بكرامة وبدون تشتت أن يمارسوا سيرة الحياة الرسولية. ربنا يسوع عطى الطوبة المديح للناس اللي بيحبوا الفقر الاختياري، إن هم يكونوا فقراء باختيارهم، عشان ما يتشتتوش بسبب الغنى ويقدروا يمارسوا الكرازة والعمل الرسولي بشكل أحسن، لأن هذا يتطابق بوضوح مع عدم اقتناء ذهب ولا فضة في مناطقهم ولا ثوبين، وأيضا أن يحتملوا خشونة كبيرة في طريقة حياتهم،
ونادرا ما يحصلون على الطعام لحاجتهم، ولكن هذا أمر ثقيل على أولئك الذين يعانون الفقر والاضطهادات. لذلك فإن ذلك الذي يعرف القلوب لا يسمح لنا أن نفقد روحنا المعنوية بسبب نتائج الفقر، ولأنه يقول إن أولئك الذين يجوعون الآن لأجل تقواهم من نحوه سوف يشبعون، أي سوف يتمتعون بالبركات العقلية والروحية المذخرة لهم. هنا القديس كرولوس بيقول إن بما إن ربنا عطى المديح للي بيحبوا الفقر الاختياري، فالكلام ده ينطبق مع دعوة ربنا للتلاميذ إن هم ما يحملوش فضة ولا ذهب ولا ثوبين ولا ويحتملوا خشونة الطريق والحياة اللي هم هيعيشوها، وإزاي إن هم يكون عندهم احتياج للطعام ولا يجدوه. وقال إن بما إني احتمال الفقر والاضطهاد هو أمر تقيل على النفس، ولأن ربنا بيعرف ده وعارف إن ممكن روحنا المعنوية تضعف بسبب الفقر، عشان كده قال للناس اللي بيجوعوا لأجل تقواهم من نحو، يعني اللي بيجوعوا عشان يعيشوا حياة تقوى نحو الله، إنهم هيشبعوا وهيتمتعوا بالبركات الروحية والعقلية اللي ربنا أعدها ليهم. العدد 21 أيضا بيقول: توباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. إنه ينطق بالتوبة للباكين ويقول إنهم سيضحكون، ولكننا نقول إن المقصود بالباكين ليس مجرد الذين يذرفون الدموع من عيونهم، لأن هذا أمر عام للجميع بلا استثناء، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وهو يحدث من طبيعة متألمة. بل المقصود بالحري هم أولئك الذين ينأون بأنفسهم عن حياة الملاهي والغرور واللذات الجسدية. هنا الباكين حسب ما القديس كريلوس بيقول لنا ليهم توبة، ليهم مديح، ولكن مش المقصود بالباكين إنهم مجرد بيعيطوا أو بينزلوا دموع من عيونهم، لكن المقصود بيهم هم الناس اللي بيبعدوا بنفسهم عن حياة الملاهي، عن الأمور اللي بتلهيهم في العالم، أو بيبعدوا عن الأمور اللي فيها غرور وفيها كبرياء، أو بيبعدوا عن اللذات الجسدية، وكأنهم مش بيضحكوا، كأنهم مش بيفرحوا بفرح العالم. فعن الأولين نقول إنهم يعيشون في تمتع وضحك، أما المؤمنون فيتخلون عن الترف ويتركون حياة الإهمال واللذات الجسدية وكل شيء آخر سوى البكاء. وبسبب مقتهم للأمور العالمية فإن مخلصنا يعلن إنهم مغبوطون، ولهذا السبب فقد أوصانا أن نختار الفقر، وهو يكرم الأمور التي تصاحب الفقر بالضرورة، مثل نقص الأشياء الضرورية للتمتع واتضاع الأرواح الذي تسببه البلايا، فإنه مكتوب: كثيرة هي بلايا الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. الناس اللي بتعيش في ملاهي عالمية بتتمتع وتضحك، لكن المؤمنون اللي بيتخلوا عن الطرف ويتركون حياة الإهمال، حياة الإهمال قديس كرولوس بيحطها في مساواة مع حياة الترف وفي مساواة مع اللذات الجسدية، وبيهتموا فقط بالبكاء. طبعا المقصود بالبكاء هنا هو عدم التمتع بالأمور الزمنية، وبسبب إنهم بيكرهوا الأمور العالمية وما بيحبوش إن هم يتلذذوا بيها، فربنا يسوع بيعطيهم التوبة لأنه أوصانا إن إحنا نختار الفقر. وحتى الأشياء اللي بتصاحب الفقر مثل نقص الأشياء الضرورية للتمتع
يعني اللي الآباء بيسموه العوز، الإنسان بقى مش عنده حاجة، فربنا يسوع بيكرم الأمور دي كمان، وكمان اتضاع الأرواح اللي بتسببه البلايا بسبب المشاكل والضغوطات اللي بتحصل، الإنسان يبقى متواضع. ذكر العدد من مزمور 33 لما قال: كثيرة هي بلايا الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. إن البلايا دي والمحن دي بتخلي الإنسان يتضع، ودي حاجة بتصاحب الفقر، والعوز حاجة بتصاحب الفقر، والاتنين ربنا يسوع بيكرمه. عدد 22 و23 بيقول: تباكم إذا أبغضكم الناس، وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كالشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، لأن آبائهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. يسبق الرب فيذكر الاضطهاد حتى قبل أن يذهب الرسل إلى إرساليتهم. لقد سبق الإنجيل وأنبأ بما سيحدث. ربنا يسوع قبل ما يبعت التلاميذ وقبل ما يشوفوا اضطهاد من كل اليهود والأمم، قال لهم: خلي بالكم انتوا هتضطهدوا، لأنه كان متوقعا تماما أن أولئك الذين كرزوا برسالة الإنجيل وجعلوا يهجرون طريقة عبادتهم الناموسية ليتعلموا طريق الإنجيل للحياة الفضلة، بينما هم أيضا يربحون عابدي الأوثان إلى الاعتراف بالحق، كان متوقعا أن هؤلاء يحتكون بكثير من الكفار والأشرار، لأن مثل هؤلاء هم الذين في عداوتهم ضد التقوى يثيرون حروبا واضطهادات ضد الذين يبشرون بيسوع. ولكي يحفظ تلاميذه من السقوط في محنة شديدة تفوق العقل حينما يأتي الوقت الذي فيه تهجم عليهم هذه المصائب من جهة أو أخرى، فإنه يسبق وينبههم لأجل منفعتهم. إنه حتى هجوم الأشياء المحزنة التي يصعب احتمالها سوف تأتي معها بمكافأتها وفائدتها لهم، فكأنه يقول: لأنهم سيعيرونكم كمخادعين وكمضللين، وسوف يفرزونكم من وسطهم وحتى من صديقتهم ومجتمعهم. هنا زي بعد ما ربنا يسوع نبههم، لأنه هو نبههم لأنه كان من المتوقع طبعا أنهم هينادوا برسالة الإنجيل لليهود، وهيخلوهم يبعدوا عن العبادة الناموسية، وهينادوا بالإنجيل للوثنيين ويخليهم يبعدوا عن عبادة الأوثان ويعرفوا الحق. فده كان هينتج أعداء قديس كرولوس سماهم الأشرار والكفار، لأنهم غير مؤمنين بالإيمان المسيحي، لأن مثل هؤلاء هم الذين في عداوتهم ضد التقوى الناس اللي الكفار أو الأشرار بسبب رفضهم للتقوى هيعملوا حروب واضطهادات ضد التلاميذ. عشان كده ربنا نبههم عشان يقول لهم: خلي بالكم ان الأمور دي انا قلتها لكم ونبهتهم ليك لأجل منفعتكم، عشان لما يحصل عليكم هجوم زي دوه تعرفوا ان الهجوم ده في مكافأة وفي فايدة ليكم. بيكمل يقول: ولكن لا تدعوا أي شيء من هذه الأشياء يزعجكم، كأنه يقول: لأنه أي أذى يمكن أن يلحقه اللسان الشرير بالعقل المثبت الراسخ. الإنسان اللي عقله ثابت وراسخ في الإيمان، مين الشخص اللي يقدر يقول له كلام يهزه أو يزعزعه؟ ما يقدرش حد، لأنه يقول إن احتمال معاناة هذه الأشياء لن يكون بدون ثمرة. أي معاناة الإنسان بيحتملها هي بتأتي بثمرة حقيقية في حياته. لأولئك الذين يعرفون كيف يحتملون بتقوى، ولكن هذا هو عربون السعادة العليا. اللي يعرف يستفيد من أي معاناة هو الإنسان اللي بيعرف إزاي يحتمل بتقوى. الإنسان اللي عايش بتقوى يستطيع أن يحتمل المعاناة ويخرج من المعاناة بثمرة أو بنتيجة حلوة، وده في حد ذاته هو عربون السعادة العليا، عربون الفرح الأبدي السماوي.
وبالإضافة إلى ذلك يقول لهم لفائدتهم إنه لن يحدث لهم شيء غريب حتى حينما يعانون من هذه الأشياء، بل العكس، فإنهم سوف يشبهون أولئك الذين قبلهم كانوا حاملي كلمات الله إلى الإسرائيليين، والذين اضطهدوا ونشروا وماتوا قتلى بالسيف، واحتملوا التعيرات الواقعة عليهم ظلما. ولذلك فهو يريد أيضا أن يفهم تلاميذه إنهم سيصيرون شركاء مع أولئك الذين يتمثلون بأعمالهم، وإنهم لن يفشلوا في ربح إكليل الأنبياء بعد أن صاروا مثلهم في نفس الطريق. قديس كيرلس بيقول إن اللي هيحصل ده هو الفايدته، لأن اللي بيحصل ده مش غريب، مش جديد، لأن الأشياء اللي هم هيعانوا منها سواء اضطهاد أو ألم أو عذاب هيشبهوا بيها الأنبياء اللي راحوا لشعب بني إسرائيل زمان، ولكنهم اضطهدوا وماتوا واحتملوا التعيرات. وبما إنهم التلاميذ هيصيروا شركاء الأنبياء، عشان كده هم مش هيفشلوا في إن هم يربحوا إكليل الأنبياء، لأنهم مشيوا في نفس طريق الأنبياء، طريق المناداة بكلمة الله واحتمال الألم من أجل المناداة بكلمة الله. نختم العظة 27 من تفسير القديس كيرلس، ونتقابل المرة الجاية في العظة 29 بعنوان مدار الغنى وفائدة الرحمة. ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.